جنكيز صار هون، خليه يفوت. شو في جنكيز؟ معلم، الختائرية في عندهم تطور. عن جد؟ لسه في عندك عيون بالمؤسسة يا جنكيز؟ ايه معلم، راح يلتقوا بمراد علم دار بجبل يوشع. وليش جبل يوشع يعني؟ ما بعرف والله. هلا فهمت. وينكن يا شباب؟ والله اشتقنا لهالطلة الحلوة. فكرناك نسيتنا جوا. عن جد؟ أنا ما بنسى رجالي، لأني ما بنسى حالي كمان. يلا تعالوا لشوف لساتكن مثل ما أنتوا ولا غيركن السجن. يا ريت يا معلم لو عطينا الولد حبة. ليش الحبة؟ يعني شي مهدئ. بتشبه الثوري بشغلة وحدة، برودة الأعصاب، بس على الطريقة الغبية. ناولو لا، أنا بأمرك معلم. هلا بتفوت لجوا وبتسأل عن واحد اسمه كمال، قل لهم عم يستناك، بتعطيها الشنطة وبتاخذ المصاري. وكيف رح أعرف كمال معلم؟ سأل عنه يا أهبل العمى. ليك، إذا بتصير مشكلة عمول اللازم. لك شو هذا يلي لابسه؟ لا ما عندي غيره معلم. لا تجاوب، وموعدنا محل ما قلت لك. هلا حاضر معلم، بسرعة يلا. شيتين، تمنع لي الأواعي الداخلية البرجوازية. أمرك معلم. شيتين، الحرامي جاهز؟ جاهز معلم، بس كيف رح يقدروا يعرفوا الحرامي؟ لك يا الله شو أجدب، معه صره وماشي مثل الأهبل. شو صعبة؟ بأمرك. مساء الخير. صحة وهنا.
نعم. السيد كمال لو سمحت. اسمك؟ أنا رعد، عم يستناني. استنى. معلم، إذا ما بدك مني شي هلأ فيني روح على السيارة؟ طلبت أكل تاخده معك، ما هيك يا حسني؟ طلبت معلم، حابب اتعشى بالسيارة. أخ حسني فيك تبقى، نحنا ما عنا شي مخبى أبدا، ما نحنا عائلة. تسلمي، طول عمرك مزوحة يا أوسو خانو. تعالوا معي. تفضل. يسلمي. صحة وهنا. شرفت أستاذ. جديد، أنت شايف اللي أنا شايفه ما؟ هذا مو زلمته لمراد علم دار معلم؟ والله هو بساته. العمى يخرب بيتك. جاورك خدرك. الله يسامحك يا أخي، لك قول إنك جوعان، راح أترك لك ياهن تاكلون. ولك أخي لو طلبتهم مو أحسن ما تسرقون؟ صحتين. العمى، فيك تفسر لي شو اللي صار؟ مو شي بيحط العقل بالكف؟ يمكن أنت ما راح تصدقني، بس أنا مبادئ انهارت. عم نتشمس هون. جبت المصاري؟ جبتها معلم. ركب بالسيارة. معلم، والله الشغلة اللي صارت هزتني كتير. شو اللي هزك يا روحي؟ الأكوان فيه أشياء كتير ما بتتخيلها. شو الأكوان معلم؟ الإنسان يا جاهل، ارجع. ما بدك تخرس انت وياه بقى او لا؟ انا عقيدتي ما ببدلها بنوب. لك تشيتين شبك، شغل السيارة بقى. سوق لشوف. سوق يلا. وهي بقينا وحدنا يا أوسو خانو. متأكد تركيبك؟ ما فهمت. عفوا معلم، بعتذر انه ازعجتكم، بس العزيمة لسه مفتوحة انه شارككم. يا الله.
ارمي سلاحك انت ويلا.
لاجل البنت بدي اياك تفجروا معهم كمان. سريع. انتو فيكن ترجعوا هلأ. معلم خلينا معك احسن. هل ترجعوا؟ وصل لعندهم وقبل عرضهم واتفقوا، اسطنبول كلها رح تولع نار. لهيبة رح يوصل لجبالها السبعة. أول ما بتحس على شي غريب بتخبرني فورا يا ناظر. أنا بأمرك معلم. Thank you.
مين انتو؟ نحن اللي شعلنا المشعل مع الخان، مع قلب أصلان، مع صلاح الدين الأيوبي، وشعلناه مع عثمان بيك. لما الفاتح فتح عصر جديد وبإيده المشعل كنا موجودين، ولما حسينا أنه نورنا بده يبلش ينطفي من شان الدولة المتعفنة تحاول تجدد حالها من جديد، تدخلنا فورا. بعد حرب 93 فهم العدو والصديق أنه العثماني عايش أيامه الأخيرة. نحن من أهم أهدافنا هي الأناضول، يعني قلب هذا العالم يلي عايشين فيه. حتى نحن نحافظ على سرنا حاولنا نكسب الوقت، وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية كان مستحيل للدولة العثمانية تضل على حالها. لهيك مصطفى كمال ظهر هنيك. نحن بعتنا على الأناضول وبلشنا المقاومة فيها وحررنا الأناضول. أما اسطنبول فحتى ما نتركها وتضل لعبة وملعب للأعداء، ظاهرنا إن انسحبنا من الموصل وكركوك. منشان الناس تقدر ترتاح وتسترد أنفاسها شوي هنيك، ما وقفنا ضد الأنظمة يلي بتعرف الحق وين وبتوقف مع يلي ضده. قلنا لهم ما رح نسبب لكم أي متاعب، وفهمناهم أنه عنا رغبة نكون جنبهم. واللي قدروا يسامحوا السلطان محمد الفاتح قدروا يقتلوا مصطفى كمال، وبعد ما مات قامت الحرب العالمية الثانية. وبعدها ازداد الخطر الشيوعي كتير، ورجع الخطر يهدد أراضينا مرة تانية، وصار لازم ندور على حلول تناسبنا فورا. وهن عطونا خيارين، إما كلكم بتصيروا شيوعيين أو بتصيروا بروليتاريين. نحن طبعا رفضنا الخيارين، ونحن للأسف دفعنا ثمن هالشي من دمنا وشبابنا وكتير من سنين عمرنا. بعدنا لهلأ عم ندفع كمان. في جهة عم تلعب بالنار ضد بلدنا، ونحن علي جندان مثلنا الأعلى وعم نربي أمثاله. قبرص كانت نقطة بداية بالنسبة لنا، وبعدها بتجي أذربيجان، بعدها البوسنة والشيشان. حاولنا نخلق الروح يلي تردنا من البحر الأحمر بسيبيريا، واللي بترجعنا من الأدرياتيك لسد الصين. بظن أنك عم تفهمني. وبهالأحداث وين كنتوا؟ وين كنتوا لما ماتت هالناس وصارت هالانقلابات وعشنا هالأزمات والإرهاب يلي استمر ل 14 سنة؟ وين كنتوا وقتوا؟ شو عملتوا؟ نحن مو آلهة، ومنعرف قوتنا والظروف الدولية منيح، وعلى الأساس منتحرك. الانتصار بحرب 93 أو الحرب العالمية الأولى ما كان بإيدنا، بس على القليل قدرنا نخلي البلد ياخد نفس ويرتاح لمدة 40 سنة. وحرب تيمور لنج وبايزيد كانت صعبة. يمكن نحن ما قدرنا نحمي بايزيد من تيمور لنج، لهيك عشنا أزمة ل 11 سنة بعدها. 11 سنة بدون رأس ولا سلطان، بس حطينا فيها أسس لأمبراطورية عالمية. طيب وكيف النظام خلال مئات السنين وآلاف السنين ما حدا قدر يكشفه؟ نحن تعلمنا بأول درس، السر إذا عرفوا اثنين مو سر. كنا دائما كأننا شخص واحد وما نسينا سرنا، ولما نحس إنه سرنا رح ينكشف كنا ننفذ خطة ونلعب بخفة. لهيك نجحنا لليوم. كل أجهزة المخابرات العالمية بتعرف منيح إننا موجودين، وهالشي من قرن على الأقل، بس لليوم ما قدروا يعرفوا شو هو سرنا. نحن عنا رجال بكل أجهزة المخابرات، ولليوم ما حدا قدر يخترقنا بنوب. طيب شو هو سركم؟ أنا انتهى دوري. أنا كنت كفيلك بالجاي لهون. السر رح يحكي لك يا صاحبه.
رجاء تفضل معي. وصل جنكيز معلم. أنا تحت أوامركم يا معلم. جنكيز، تعرف لك شي مهندس موجود حواليك بيعرف يعمل برنامج خاص لأطلاق الصواريخ اللي عنا؟ أنا ما بعرف يا معلم، راح دور. لا تدور يا جنكيز، جيبه، وما بدي حدا يعرف اللي بيعمله. بدي اياك تجيب لي كل شي عنه. فيك تروح هلا. حاضر. بدي شوف وشك قبل ما اخذ منك جواب. لا جواب عشو؟ تم اختيارك لمجلس الخالدين، وبهالمجلس هاد ما في حدا له اسم، وكمان بالمجلس ما في حدا اهم من حدا. اللي بيدخل على المجلس ما عاد موجود، وما له مستقبل، وما إلو زوجة ولا أولاد. المجلس هاد هو بذاته أساس وجود الأمة، ونحن عم نحترم أمتنا وعم نناضل مشانها ومشان بقائها. وإنت معنا راح تقدر تحمل سرنا. سر شو؟ أنت سمعت بالكتاب الأحمر؟ الكتاب فيه له نوعين. الأول الكتاب الأحمر يلي بتحكي عنه الجرائد، والتاني الكتاب يلي عم بيلاحقه الشخص يلي اسمه اسكندر الكبير. الأول الكتاب اللي انحكى وانكتب عنه، التاني الكتاب اللي انكتب وما انحكى عنه. وشوفي بالكتاب الأحمر؟ الحدود الطبيعية للبلاد، وفي أهداف أوراسيا مؤشرات عن تهديد البلد، وفي أمكنة القنابل الذرية المحفوظة بالبلد، والمخابئ السرية المجهزة لاحتمال نشوب أي حرب، وفي مناجم البترول واليورانيوم والتوريوم السرية، وفي معلومات عن العناصر اللي بتشتغل ضمن أجهزة المخابرات الأجنبية. وهذا اللي حبيت إلك ياه. وحتى تعرف كل شيء لازم تقرأ الكتاب، بس بعد ما تقبل عرضنا. وشو هو عرضكم؟ راح تكون القوة اللي بتحقق أهدافنا نحنا، ونحنا جبنا للدنيا السلام والعدالة بالماضي، بس كمان هي بحاجة للسلام والعدالة بالمستقبل. ومو على أراضينا وبس، بالعكس الناس بكل مكان بهذا العالم
عم تدور على القوة اللي بتقدر تحقق لها المساواة، وهي القوة هي نحنا، وانت رح تكون راس الحرب بهالقوة. وشلون رح احقق هالشي ومع مين وكيف؟ الناس اللي بيشتغل معهم بحبهم كتير، ووصولنا لهي المرحلة هو معجزة. هلا نحن ما عنا القدرة نخطي 3 خطوات لقدام، وانتو جايين تحكوا عن حكم العالم. نحن هلا ما عم نحكي عن شيء ما عملناه او ما تعملوا او ما بتقدر تعملوا. كم واحد كان جنب الخان متى وطرول بيك وعثمان بيك ومصطفى كمال؟ هدول اللي عديتهم اسسوا دول. انا برايك بشو بيشبهون؟ نحن ما بدنا منك تأسس دولة، نحن عنا دولة قوية، بس بحاجة للقائد اللي يقود هالدولة والشعب. وليش أنا؟ جربناك ونجحت أنت، نحن ربيناك ولدت أنت وتربيت علي، وراح تكون القائد وتدخل التاريخ يا مراد. إذا قبلت عرضكم هاد رح أتخلى عن وشي وعن عائلتي وعن حبيبتي كمان. أنت مبارح قدرت تتخلى عن ماضيك، وهلأ رح تتخلى عن مستقبلك إذا قبلت تعرضنا. ما رح تتجوز ولا رح يكون عندك أولاد. ليش؟ الضعف الإنساني ما رح يخليك تتحمل السر. معك فرصة لبكرة نص الليل، فكر منيح، وإذا وافقت حميل المشعل اللي بيد السلطان محمد الفاتح بيكون وصل الجواب. اللي بيقدر يحكم الناس بيكون قوي، بس اللي بيحكم حاله فهو مقتدر. اللي بيقرأ الكتاب الأحمر يا بيموت يا بيصير خالد. التفاحة الحمراء هي الأناضول، والأناضول هي قلب العالم، وخاتم القلب إسطنبول. ما راح تتجوز ولا راح يكون عندك أولاد. يا الله، ليش أنا؟
هات لنا اثنين شاي. على عيني اخي حكمت. صاير شي؟ لا لقيت حالي فاضي شوي، قلت بيجي بزورك. عملت منيح، رح اطلب شاي. جوعان شي؟ طلبت الشاي قبلك. صار لنا من زمان ما قعدنا مع بعض. شو بدنا نعمل؟ شغلي وبتعرف ظروفه. وانت امتى ناوي تترك هالشغل؟ انت بس تتجوز قولون رح تترك الشغل؟ انا ما بعرف اشتغل شغلة تانية. وانا هيك كمان. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك جميل. جميل لا توقف وتتنح هيك، عم نحكي بموضوع. طول بالك اخي، ليش معصب؟ رايح. جونول قدرت تغيرك، الا مع جميل ما تغيرت بنوب. صعب كتير نقدر نغير شخصيتنا، صح؟ ايه. وبعدين شو الاخبار؟ اخوه حاول معها كتير وهي اذا قالت كلمة ما بتغيرها. يعني انت اللي بتغير كلمتك، ما انت هيك كمان. من هلأ ما عم ترد على حدا، وهذا اللي انا ناوي اعمله. استأجرت بيت؟ عندي بيت، ليش لأستأجر؟ هلأ هذا بيت يا حكمت؟ ايه هذا البيت، وهي اذا بدها تجي لازم تقبل. اكيد اذا كانت الظروف مناسبة بتجي، بس لازم تشوفه بالاول. تجي وتشوف، وبعدين الشي اللي ما بتقدر تتعود عليه إذا ظروفنا بتساعدنا من غيره. حكمت، أنا موعدك عرسك رح يكون علي. أيامك كنت اشتغل عندك، بس هلأ ما بدي شي، أموري منيحة. وتعديلات الرواتب تراكمت. شو يعني؟ بدك تكون بين المية الأوائل، عندك ضمان لهالشي. كل الأتراك اللي بقائمة الأوائل قالوا الراتب تقاعدي من الدولة، فشو رأيك يا حكمات؟ أخ، يلي بيبعد عن الدولة بيدخل بالقائمة الغلط.